قناة أخبار النجوم، إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات ويا ريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. رحل عن دنيانا الفنان الكبير محمود الجندي عن عمر ناهز 74 سنة، تاركا لنا إرث كبير من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية. محمود الجندي كان قد تزوج 4 مرات، كان أبرزها زواجه من الفنان عبلة كامل في شهر أكتوبر من عام 2003. ودي صور نادرة من حفل الزفاف مع عقد القران وهو بيلبسها الشبكة. وقد حصل موقع الوطن على صور نادرة من عقد قران الراحل محمود الجندي وعبلة كامل، والذي حضره عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم فاروق الفيشاوي ونبيل الحلفاوي وأحمد حلمي ومنى زكي ووفاء صادق. هنا مع فاروق الفيشاوي ونبيل الحلفاوي، هنشوف نبيل الحلفاوي في العزاء أهو. نبيل الحلفاوي طبعا مرور السنين أثر، حضر العزاء فيه. وهنا صورة نادرة برضو من حفل القران، عقد القران على عبلة. تزوج الفنان القدير محمود الجندي في بداية حياته من السيدة ضحى حسن التي أنجب منها 3 بنات وولد، هو المخرج أحمد الجندي. واستمر زواجهما حتى لقيت حتفها عام 2001 إثر اندلاع حريق في منزلهما، وكان يجمع بينها وبين زوجته الثانية أم مريم. وقال الجندي: زوجتي الأولى رحمها الله كانت شيء من الزمن الجميل، ولم تكن تعلم بالزواج الثاني حتى أنجبت من زوجتي الثانية مريم، فكان من الضروري أن أبلغ أبنائي بأن لهم شقيقة. وأضاف الجندي: كانت زوجتي الأولى ضحى تتحمل الكثير وتقدم تضحيات، ولكن النصيب جعلني أتزوج بعد علاقة إنسانية بفتاة صغيرة في السن، وتعاطفت معها لظروفها، والإنسان بطبعه يحتاج للتغيير لتعديل مسار حياته، فتكاتفت الظروف وحدث الزواج الثاني. وفي عام 2003 تزوج محمود الجندي من الفنانة عبلة كامل، ولكن انتهى زواجهما بالانفصال، يتزوج بعد ذلك من الزوجة الرابعة هيام، وهي ابنة الفنان جمال إسماعيل. الفنانة القديرة عبلة كامل فنانة كوميدية جميلة من مواليد 17 سبتمبر 1960، وبدأت حياتها الفنية في مسرح الطليعة اللي هو مسرح الدولة، وتألقت مع الفنان محمد صبحي في وجهة نظر التي تبعها الكثير من الأعمال الفنية التي أبرزت تميزها، وكان المسلسل المصري الشهير لن أعيش في جلباب أبي مع الفنان نور الشريف هو أولى خطوات مشوارها نحو الشهرة والتألق. هنا مع محمد صبحي في مسرحيته وجهة نظر، هنا مع المسلسل الشهير الجميل اللي كلنا فاكرينه لن أعيش في جلباب أبي. وظلت الحياة الشخصية لهذه الفنانة رائعة غامضة وغير معلنة لجمهورها، حتى أن أغلب متابعيها لا يعرفون شيئا عن زوجها الأول ووالد بناتها، وهو الفنان والممثل والمخرج الكبير أحمد كمال. ده زوجها الأول الفنان أحمد كمال، تزوجت منه في بداية حياتها وأنجبت منه ابنتين وانفصلت عنه في أوائل عام 2000، ثم تزوجت بعد ذلك من الفنان القدير محمود الجندي. من أشهر أعمال الفنان أحمد كمال قبلات مسروقة ومواطن ومخبر وحرامي، الكتكات، أحلى الأوقات، وأحلام حقيقية. دي عبلة كامل في صور مختلفة من مشوار حياتها. ده زوجها الأول أحمد كمال. وفي عام 2003 تزوج من الفنانة عبلة كامل الفنان محمود الجندي، وانتهى زواجهما بالانفصال سريعا، يتزوج بعد ذلك محمود الجندي من ابنة الفنان جمال إسماعيل. وقد فاجأت النجمة المصرية المحبوبة عبلة كامل منذ 5 أعوام بجمهورها الكبير بخبر زواجها من الفنان المصري القدير محمود الجندي، إلا أن الزواج لم يكتمل لتنتهي العلاقة بالطلاق بهدوء شديد ومن دون أي أسباب من الطرفين تحت شعار اسم ونصيب. المعروف عن الفنانة عبلة كامل أنها ارتدت الحجاب عن قناعة،
وقد فاجأت به زوجها السابق محمود الجندي، مما دفعها لذلك إلى اعتزال الفن لفترة، وذلك لشعورها بتأنيب الضمير بعد أي عمل تظهر فيه متبرجة أو بصورة واضحة، إلا أن زوجها السابق الفنان محمود الجندي كان له رأي آخر، وكان ضد فكرة اعتزالها الفن، لأنه يعتبر أن الفن ليس حراما، وقد أشار لها أن وجودها في الوسط الفني مهم، كما أنها تستطيع تقديم برامج دينية أو اجتماعية عبر شاشات التلفاز. دي الفنانة الجميلة عبلة كامل. وقد شارك الفنان أيضا أحمد عدوية في عزاء الفنان الراحل محمود الجندي في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد. ورغم معاناة أحمد عدوية من المرض، إلا أنه حرص على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل، وظهر عدوية وهو يستند على أحد المرافقين ويبدو عليه عدم القدرة على السير بشكل جيد. ربنا يقويه فنان أحمد عدوية، كانوا مساندينه وهو حرص إنه يقدم واجب العزاء. وأيضا فاروق لوكس كان مستند على عكاز ولكنه أصر على الحضور أيضا. حضر العزاء مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم، عن في الفنان نبيل الحلفاوي، نجوى فؤاد، بوسي شلبي، هالة صدقي، وفاء عامر، شهيرة، طبعا نجوم كانوا حزانة، ماجدة، الفنانات طبعا بدون مكياج، دنيا عبد العزيز. وهتشوفوا فنانين كانوا مختفين عن الأنظار، شوف شكلهم بقى ايه دلوقتي، شيماء سيف. هالة فاخر. فنان القدير يوسف شعبان بعد غيبة طويلة. سامح حسين. أنا دنيا عبد العزيز. كوكبة كبيرة جدا من الفنانين والفنانات حضروا لأداء واجب العزاء. أحمد عبد العزيز، علي ربيع، هتلاقوا نجوم مسرح مصر برضو كلهم حضروا عشان يأدوا واجب التعزية الله يرحمه. من ناحية أخرى، كان قد تداول عدد من المواقع الإخبارية صورة الفنانة عبلة كامل وبجوارها فتاة في منتصف العشرينيات من عمرها، وأكد البعض أن هذه الصورة تجمع بين عبلة كامل وإحدى بناتها، ولاقت الصورة اهتمام كبير من جمهور عبلة كامل ومن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، إلا أن الفنانة نادية العراقية كشفت عن حقيقة هذه الصورة وأكدت أن الفتاة التي مع عبلة كامل في الصورة هي ابنتها ليست ابنة عبلة كامل، وأكدت نادية أنها اصطحبت ابنتها معها أثناء تصوير مشاهد مسلسل سلسال الدم، حيث طلبت منها أن تلتقط صورة تذكارية مع بطلة المسلسل عبلة كامل التي لم تمانع بالطبع، إلا أنها فوجئت بعدها بانتشار الصورة على الفيسبوك على أنها صورة لعبلة كامل وابنتها. دي الصورة اللي انتشرت وقالوا إن ديت بنت عبلة كامل، وظهر إنها بنت الفنانة نادية العراقية، وأنا مع والدتها نادية. دي صورة جميلة نادي العراقية مع بنتها. من ناحية أخرى، كان قد أقيم مساء يوم الاثنين 28 ديسمبر 2015 عزاء والدة الفنان رياض الخولي في مسجد الحصري بأكتوبر، وحرصوا عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء للفنان، وعلى رأسهم بالطبع الفنانة عبلة كامل. وهنا وهي رايحة تقدم واجب العزاء،
هنا قبل الحجاب، بعد الحجاب طبعا هي بتقدم واجب العزاء. ايه رأيكم اتغيرت كتير؟ هنا مع رياض الخولي بتعزيف والدته. لو عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وياريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.